أفادت صحيفة إل دياريو الإسبانية أن شابا مغربيا يبلغ من العمر 27 عاما لقي مصرعه في حريق شب في كوخ يقع بالقرب من مقبرة ليبي بمدينة هوليفا الإسبانية في الساعة الأولى من يوم الخميس 21 أبريل. ونشرت رابطة المواطنين الجدد للتعددية الثقافية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر شريط فيديو للحظة احتراق الكوخ، وأعربت عن أسفها لمشكلة الإسكان في المنطقة، وأوضحت أن الكوخ كان يعيش فيه 6 أشخاص، 4 منهم مغاربة، توفي أحدهم و2 من السنغال. واكتشف رجال إطفاء جثة الشاب الراحل بمجرد وصولهم إلى مكان الحادثة، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة. إن لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة.